الابداعي، وهنقدر نخرج منهم قيادات المؤسسات الجايه، وهنقدر نضمن ان شبابنا يتبوأوا المسؤوليه وهم في الثلاثينات والاربعينات. للاسف حتى هذه اللحظه احنا بنبدا نقص في اي شخص بعد 60 يمكن بعد 70 كمان. في حين ان تجربه جمال عبد الناصر كانت تجربه عظيمه اسست الوطن ده وبنت مصر الحديثه، وهذا الجيل عبد الناصر الرباط كان عندهم 34 سنه لما عملوا التجربه. 32 سنه تحديد 34 سنه.